تشوف وتسمع صوت بلال وجاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. أخوي وحبيبي، محتاجين إن احنا نطلع كل يوم كوكب ونشوف قد إيه كل كوكب ما شاء الله فيه خلق جميل من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وميزة من المميزات اللي تقربنا من النبي: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر، تعالوا يلا نركب سفينة الفضاء ونطلع النهاردة نشوف الكوكب اللي احنا طالعين له. كوكب النهاردة كوكب جميل جدا وخفيف على القلب قوي، ومحتاجين كلنا نتحلى بالصفة والخلق اللي موجود في الكوكب ده. كوكب النهاردة إن شاء الله هو كوكب البشارة. الله، أبشره كوكب البشارة، ان انا ابشر اخواني بكل خير، وان اخواني يبشروني بكل خير، وان احنا نبشر بعض بكل خير، ونعيش مع بعض المعنى الجميل ده: انا بحب لك الخير وانت بتحب لي الخير، وببشرك وبتبشرني، علشان المجتمع يتآلف ويتلم الشمل مرة تانية، ونحب بعض ونتعاون مع بعض مرة تانية. تعالوا بسرعة، يعني عشان الوقت ما يجريش بسرعة، تعالوا بسرعة ونشوف مين هم سكان القصر أو الكوكب الجميل دوت. وتعالوا نشوف أول قصر موجود في كوكب البشارة. كان أول قصر، كان تخيل قصر مين؟ لك أن تتخيل كان قصر ده بتاع سيدنا عيسى عليه السلام. إيه ده؟ سيدنا عيسى له قصر في كوكب البشارة، ده أول قصر في كوكب البشارة. ليه؟ لأنه بشر الكون بأعظم بشارة في الكون ده كله، اللي النبي قال عنها بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بإسناد حسن، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. الله أكبر، يعني سيدنا عيسى هو اللي بشر الكون ده كله ببعثة النبي محمد. أي نعم، سيدنا عيسى هو اللي حمل للكون ده كله البشرى الجميلة دي. الدليل فين؟ الدليل في قول المولى عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أحمد، ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا عيسى عليه السلام هو الذي حمل للكون كله أعظم بشرى في الكون ده كله، منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا ما أظنش يا جماعة أن كان في بشرى في الدنيا ديت أجمل من بشرة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللي ربنا قال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دي كانت بشرى ببعثة الرحمة، كان بشرى ما شاء الله ببعثة الأمل للكون ده كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أول قصر في كوكب البشرى كان لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طيب تعالوا نشوف القصر اللي جنب قصر سيدنا عيسى في كوكب البشارة، كان قصر مين يا جماعة؟ كان قصر أبي بكر الصديق. الله، ده سيدنا أبو بكر انت ذكرته كتير قوي، ده ليه ما شاء الله قصور كتيرة قوي في كواكب كتيرة. طبعا يا جماعة، ده أفضل إنسان بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثاني اثنين حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل النبي كما عند مسلم: من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله؟ قال عائشة، قالوا: فمن الرجال؟ قال: أبوها رضي الله عنه وارضاه. أخويا وحبيبي، قصر أبو بكر كان ليه قصة جميلة قوي. إيه اللي حصل يا جماعة؟ حديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام خارج من بيته في الثلث الأخير من الليل، فلقى أبو بكر وعمر، خدهم هما الاثنين وتمشوا في شوارع المدينة. فهم ماشيين عدوا على بيت عبد الله ابن مسعود. ابن مسعود اللي ليه قدر عالي عند ربنا، اللي في يوم من الأيام طلع يجيب عود سواك لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود سقانه دقيقة وجسمه رفيع، جاءت الريح فانكفأت ثيابه لما هزت الغصن، فظهرت سقانه، فالصحابة ضحكوا، فالنبي غضب وقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لهما السقان دولت، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله أكبر،
سيدنا ابن مسعود كان في اليوم ده، مش كان في اليوم ده، هو كل يوم بيعمل كده. سيدنا ابن مسعود كان في اللحظة دي كان بيصلي قيام الليل في الثلث الأخير من الليل، كان بيقرأ في سورة من السور وعمال بيقرأ ويبكي ويقرأ ويبكي، وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر وعمر، بيقول لمين؟ بيقول لي يعني لسادة الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لأبي بكر وعمر: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كأنه أنزل الآن، فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. وفي رواية: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، فليقرأ بقراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود. ولذلك في حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ القرآن من أربعة، كان أول واحد فيهم ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا ابن مسعود الذي أخذ من في النبي 70 سورة لا ينازعه فيها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن مسعود كان ليه مناقب عظيمة جدا جدا لا تتخيلها حضرتك. سيدنا ابن مسعود عمال بيصلي وعمال يقرأ ويبكي، وبعد ما خلص صلاة راح النبي قال حاجة، الحاجة دي مش من عند النبي، الحاجة دي كان بوحي من الله، أرسل جبريل عليه السلام في اللحظة دي. يا جماعة شوف بقى تفاعل الأرض مع السماء. عشان كده أم أيمن رضي الله عنه وارضاها والحديث رواه مسلم، لما أبو بكر وعمر راحوا يزوروها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتبكي، فقال لها أبو بكر: يا أم أيمن، ما الذي يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أجل أعلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. يا جماعة الوحي نعمة. الوحي كان يأتي للنبي عليه السلام يقول له: ربنا تاب على فلان، فالنبي يبشره بأن ربنا تاب عليه. الوحي ينزل فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ربنا بيقول لك بشر فلان بأنه من أهل الجنة، وبشر فلان أنه هو يكون من 70,000 اللي يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وبشر فلان بأن ربنا سبحانه وتعالى قد عفى عنه، وبشر فلان بأنه كذا. بشريات جميلة جميلة. فالوحي نعمة عظيمة. فأم أيمن بتبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. خد بالك في نفس اللحظة اللي ابن مسعود بيرفع فيها ايديه كان ساعتها جاء الامر الالهي: يا جبريل انزل وقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول لابن مسعود: سل تعطى. اللي انت هتدعو به الان ابواب السماء مفتحه، اللي هتدعو به الان يا ابن مسعود ان شاء الله كله مجاب. ابن مسعود طلب ايه؟ خد بالك النبي قال ايه؟ سل تعطى. ابن مسعود حس وسمع، ما سمعش، النبي وقف بره هو ابو بكر وعمر وابن مسعود جوه بيصلي، فهو النبي بيقول سل تعطى وابن مسعود مش سامع. فإذا بابن مسعود يدعو 3 دعوات، بالله عليك لو تقدر تكتبهم اكتبهم، دعوات جميلة قوي. قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. الله أكبر. 3 دعوات: يا رب أسألك إيمانا لا يرتد، يا رب ثبتني على الإيمان. ده الدرس اللي كان فات، وده كان الكوكب اللي فات كان كوكب الثبات. أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، يعني في الجنة، وبعدين فوق ده كله واللي أعظم من ده كله: ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. فاكر حضرتك الصحابي الجليل اللي جه للنبي، والحديث في الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد الحسن، لما قال له: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من مالي ومن ولدي ومن نفسي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، بس عندي مشكلة، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. الله أكبر. فابن مسعود بيقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد. فالنبي قال: أمين. إيه اللي حصل في اللحظة دي يا جماعة؟ يوم عمر بن الخطاب يقول إيه؟
اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما، أنا مش عارف أسبقه أبدا، فالنهاردة إن شاء الله أسبقه. قال إيه؟ قال هسبقه. وبشر ابن مسعود بتأمين النبي على دعاء البشارة. هي شفت قد ايه المسلمين بيحبوا الخير لبعض، شفت قد ايه بيحبوا ان هم يوصلوا الفرحة والبشرة لبعض. قال فلما انصرف الناس من صلاة الصبح جريت او انطلقت الى بيت ابن مسعود، فوجدت أبا بكر خارجا من عند ابن مسعود قد بشره بتأمين النبي على دعائه، فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. الله أكبر، كانت بشرة، وده كان قصر أبو بكر في الجنة أو قصر أبو بكر في كوكب البشارة بسبب هذه البشارة الجميلة التي بشرها لهذا الصحابي الجليل لعبد الله بن مسعود. أكيد حضرتك مشتاق تعرف القصر الثالث بتاع مين؟ القصر الثالث بتاع أمنا خديجة اللي حملت برضو أعظم بشارة بعد بشارة سيدنا عيسى. سيدنا عيسى حمل البشارة ببعثة النبي، أمنا خديجة حملت البشارة بتثبيت النبي عندما دخل عليها فزعا. فاكر حضرتك لما نزل الوحي أول مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى آخر الحديث. فدخل النبي على أمنا خديجة وهو في غاية الفزع والخوف، هو يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطوني صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من الفزع بعد كله فقال والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، فإذا بخديجة تقول كلا أبشر. الله أكبر، في لفظ من ألفاظ الحديث كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. ليه يا أمنا خديجة؟ قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتصدق الحديث وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. فكان ده سبب من أسباب ثبات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بهذه الكلمات الجميلة التي خرجت من فم زوجته الطاهرة الحبيبة أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، فكان لها القصر الجميل دوت في كوكب البشارة. تعالوا نشوف القصر اللي بعدين، وده أعظم قصر بقى، زي ما بنقول كل مرة إن أعظم قصر هتلاقيه في كل كوكب هو قصر حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان ليه بشارات جميلة جميلة جدا جدا، بشر تقريبا كل الناس اللي حواليه ببشريات جميلة في غاية الروعة. بشر الأول ربنا قال عنه إيه؟ قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الله أكبر، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إن النبي حمل أجمل بشارة لأمنا خديجة لما جبريل جاءه وقال له يا محمد أو يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ مجوف، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب ولا نصب، لا تعب ولا ضوضاء، بيت هادي جميل في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فحمل النبي البشرى من جبريل عليه السلام وبشر أمنا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما جاءت حادثة الإفك واتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أعز ما تملكه فتاة طاهرة مثل أمنا عائشة التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي لما اتهمت في عرضها، وإذا بالبشرى بالوحي ينزل على النبي وهو في بيت أبيها أبي بكر ويقول لها يا عائشة أبشري فلقد برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فقالت أمها يا عائشة قومي واحمدي رسول الله، قالت لا والله لا أحمد رسول الله ولكن أحمد الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. الله، بشرة جميلة قوي. بعد شهر كامل من الألم والعذاب والبكاء من أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تنزل البشارة على قلبها كالماء البارد على الزهرة الظمآنة، ينزل البشرة من المولى عز وجل عن طريق الوحي إلى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة مباشرة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم هو برضو كما في الصحيحين اللي بشر كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة تبوك، ويعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة أمر الصحابة أن يقاطعوا كعب بن مالك وصحابيه 50 ليلة
50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، خلاص الدنيا سودت في عينهم، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينادي على كعب بن مالك ويقول: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله سبحانه وتعالى. بشرى بيحملها النبي، وكان فرحان، وكان ممكن يبعت واحد يقول لكعب بن مالك: ربنا نزل براءتك يا كعب، خلاص الحمد لله. لكن لا، النبي حريص جدا يا جماعة، شوف حب الخير. النبي كان ما ينساش أصحابه أبدا. النبي يا جماعة كان بيصلي، وبعد ما يصلي يبص في الصحابة، ولو ما لقاش حد يقول: أين ثابت بن قيس؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان؟ كان يبحث عن أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. منذ ولدتك أمك، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر علي وعمار وبلال وسلمان، بشرهم بأن الجنة مشتاقة لهم. يا جماعة الجنة مشتاقة لهم، أي نعم، ورد ذلك في حديثين عند الترمذي، واحد بإسناد حسن والتاني بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. وفي رواية: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. بالجمع بين الروايتين الجنة اشتاقت لأربعة: علي وعمار وبلال وسلمان. الله أكبر، فوق ده كله ده النبي يا جماعة بشر حوالي 40 صحابي. 40 صحابي، لما تحريت هذه المسألة في كتب السنة لقيت ان النبي بشر حوالي 40 صحابة بانهم من اهل الجنة. المشهور عندنا ان في 10 فقط مبشرين بالجنة، لا، ده حوالي 40 صحابي بشروا بالجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي بشر عمير بن الحمام بانه من اهل الجنة لما كان في غزوة بدر، والحديث رواه مسلم، والنبي بيقول: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فلا، الصحابة لسه مش مستوعبين الموضوع. فقال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخن جنة عرضها السماوات والأرض. وإذا بالحبيب المصطفى يقول: ما حملك على قولك بخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال النبي: أنت من أهلها. شفت الوحي، شفت نعمة الوحي العظيم من السماء في نفس اللحظة اللي قال فيها عمير بن الحمام، قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. في ساعتها كان جبريل نزل وقال له: قل له أنت من أهلها. فقال: أنت من أهلها. فأخرج عمير بن حمام بعض التمرات، أكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر إلى التمر وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. هو النبي برضو اللي بشر عكاشة بن محصن، لما النبي قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، عدد كبير من الناس. انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل: هؤلاء أمتك، معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال عكاشة بن محصن: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال: أنت منهم. حمل البشرة في ساعتها على طول، جاله الوحي قل له أنت منهم. فقال له: أنت منهم. كان ممكن يقول له بعدين، كان ممكن يجي الوحي يقول له: قل له أنت منهم، فأجلها بعدين ويبشره برضه. لكن في ساعتها يا جماعة حب الخير متأصل في قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: أنت منهم. أم واحد تاني قال له: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال: سبقك بها عكاشة. هو صلى الله عليه وسلم اللي بشر ثابت بن قيس بينهم من أهل الجنة. ثابت بن قيس قلنا قبل كده إن كان هو خطيب النبي، لما كان تيجي الوفود كانوا يقوموا واحد يخطب، فالنبي يروح مقوم واحد برضه يخطب قدام الوفود. ففي يوم من الأيام نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس حبس نفسه ببيته، قال: بس يعني ما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. النبي هو بيتدور وبيصلي جماعة بيبص ما لقاش ثابت بن قيس. فقال: أين ثابت بن قيس؟ محدش رد، مش عارفين هو فين. فنادى على سعد بن معاذ لأنه كان جاره، فقال: يا سعد، هل ثابت هل به من بأس؟ يعني هل هو مريض؟ فقال له: لا أعلم يا رسول الله. فقال: اذهب إلي وأقرأ السلام كله، رسول الله يقول: أين أنت؟ فرح له سعد بن معاذ وقال: يا ثابت بن قيس، رسول الله يقول لك السلام، يقول: أين أنت؟
فقال شر يا سعد، حصل لي حاجة كده وحشة قوي. قال ما هو؟ قال ألت تعلم أن هذه الآية قد نزلت وأنا أرفعكم صوتا فوق صوت النبي، فما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع سعد بن معاذ بالرسالة وراح موصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع إليه، ارجع إليه وقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. في رواية تانية إن بقى سعد بن معاذ راح جايب معاه ثابت بن قيس، فلما شافوا النبي حط إيده على صدره وقال له يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال فذلك لك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، ثم كان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كمان كان في بشريات عامة، ما كانتش بشريات خاصة لأشخاصه بس، لا ده في بشريات عامة حملها النبي للأمة. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل بشرى جميلة أوي للأمة، قال بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رغم المآسي اللي شفناها في العراق وفي غزة فلسطين السودان والشيشان كل مكان، النصر جاي، النصر جاي إن شاء الله. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. أخوي وحبيبي، في بشرى برضو عامة جميلة قوي للناس اللي بتصلي صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بسند صحيح، قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أخويا وحبيبي اللي بتصلي العشاء في جماعة أبشر، أخويا وحبيبي اللي هتصلي الفجر في جماعة أبشر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أنا عارف النساء يقولوا طب وإحنا ذنبنا إيه؟ إحنا بنصلي في البيت، ليك الأجر أخت الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاتك في بيتك إن شاء الله في نفس موعد الصلاة تقوم تصلي العشاء في وقتها وتقوم تصلي الفجر في وقته بفضل الله سبحانه وتعالى، تاخدي أجر المشائين في الظلمات بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن نور التام يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أيضا الناس اللي بتروح تحج وتعتمر وتهل وتقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، يقول صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل إلا بشر بالجنة. النبي بيبشر الأمة بكل خير سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف المولى عز وجل أمرنا أيضا إن احنا نبشر الناس بكل خير. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأبشروا إيه؟ بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يقول جل وعلا لزكريا عليه السلام يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، اسمه يحيى. قال جل وعلا فبشرناه بغلام حليم لإبراهيم عليه السلام، فبشرناه بغلام حليم. قال جل وعلا وبشر الصابرين. قال جل وعلا وبشر المؤمنين. قال جل وعلا وبشر المحسنين وبشر المخبتين. بشريات، ابحث في القرآن كله بفضل الله تجد فيه، تجد فيه بشريات عظيمة جدا لأهل الإيمان ولأهل التقوى ولأهل الإحسان ولأهل التقوى، يعني سبحان الله بشريات لا تكاد تنتهي أبدا. العجيب إن الملائكة نفسهم سبحان الله أيضا حملوا البشرى للنبي وللأمة، وعلى رأس هؤلاء طبعا جبريل عليه السلام. جبريل يا جماعة هو كما تعلمون ونحن لسه ذاكرين الحديث من شوية، هو اللي بشر النبي بقصر خديجة، قال له بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، والنبي خد البشرى من فم جبريل عليه السلام وبشر بها خديجة رضي الله عنه وارضاها. جبريل عليه السلام هو اللي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. جبريل هو اللي بشر النبي وجاره ومر قال له أما يرضيك يا رسول الله أنه لا يصلي عليك أحد مرة واحدة إلا صلى الله عليه 10 مرات،
ولا يسلم عليك أحد إلا يسلم الله عز وجل عليه 10 مرات. جبريل هو الذي جاء إلى النبي وقال بشر أمتك بأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال النبي لجبريل: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. هو جبريل الذي جاء بتلك البشرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، يا ترى حد فينا ناوي إن شاء الله يبني لنفسه قصر في كوكب البشرة؟ لما تسمع أن في حد نجح خليك أول واحد يبشره، لما تسمع أن فلان ابنه لسه واصل من السفر وهو غاب عنه بقاله سنين خليك أول واحد يبشره، لما تسمع بأن فلان شفي أو شفي من مرضه روح بشر أهله أحبابه بأن ربنا شفى هذا الشاب، لما تسمع بأن واحد ربنا نجاه من حادث مروع روح بشرهم بأن ربنا نجاه، لما تسمع بأي بشرة تحمل وتحمل الخير والبشرة والفرحة لأي مسلم احرص على أن أنت تكون أول واحد يبشره. احمل البشرة، احمل البشرة لإخوانك، خليك محب للخير، محدش بياخد رزق حد محدش هيمنع الرزق عن حد، الدنيا كلها من فاتة يعني، والجنة هي الدار الحقيقية وهي النعيم الحقيقي. قال جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخويا وحبيبي، كان أحد الصالحين يقول: أأبخل بالدنيا على إخواني وأنا أدعو لهم بجنة عرضها السماوات والأرض؟ أخوي وحبيبي، احرص على أن أنت تحمل البشرة لكل من حولك، احرص على أن أنت ما تسمعش أي خبر صار إلا وتحمله لإخوانك وتقول له: ده أنا سمعت أن أنت ما شاء الله قالوا عنك كذا في التلفزيون، بسم الله ما شاء الله قالوا عنك كلام حلو قوي، أخوي وحبيبي ده لسه الجريدة الفلانية كاتبة عنك مقالة ما شاء الله زي الفل، اقرأ الجريدة واشتريها واسمع الكلام الحلو أو اقرأ الكلام الحلو اللي مكتوب عنك. أخوي وحبيبي ده أنا سمعت أن أنت ما شاء الله نجحت في الدكتوراه أو في الماجستير. أخويا وحبيبي ده أنا سمعت خبر إن الحمد لله زوجتك أنجبت ولد أو أنجبت بنت. احمل البشرة للناس، خلي الناس تحبك، خلي الناس يقولوا ما شاء الله الراجل ده وش الخير وأدم السعد، عمرنا ما شفناه إلا وبشرنا بكل خير. خليك دايما كده بتحمل البشرة زي ما الملائكة بيحملوا البشرة للناس أو للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصلها للناس، وزي ما النبي كان بيحمل البشرة للمسلمين أنت كمان احمل البشرة لكل إخوانك المسلمين، وأنت كمان احمل البشرة لكل أخواتك المسلمات. اجعلوا أنفسكم مفاتيح للخير ومغاليق للشر. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. هنرجع مرة تانية علشان بكرة ناخد سفينة الفضاء ونطلع كوكب تاني. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استعد معانا يلا واملأ قلبك بالأمان، كوكب الأرض في زمننا ضيعوا فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني.